ألقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولية دكتورة سحر نصر بيان المجموعة 77 والصين والتي تترأسها مصر حاليا خلال منتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة. وأكدت الوزيرة أن التمويل ينبغي أن يركز على توجيه الموارد للقضاء على الفقر، مشيرة إلى أنه يجب أن تنفق أي موارد لتمويل التنمية مع الأولويات الوطنية والاستراتيجيات الإنمائية للبلاد. وأكدت نصر أن مصر تؤمن بالدور المحوري للقطاع الخاص في تحفيز النمو وتحقيق أولويات التنمية الوطنية، ولذلك سعت الحكومة لتحقيق مناخ استثماري قادر على جذب الكثير من الاستثمارات المحلية والدولية في مختلف القطاعات. كما أوضحت الوزيرة أنه تم إطلاق خريطة مصر الاستثمارية التي تضم فرصا استثمارية في جميع أنحاء مصر بما في ذلك المشاريع الوطنية الكبرى.